عليكم متتبعين مامتي الحبيبة أولادي، كنرحب فيكم اليوم في فكرة ديال سلو اللي كيجينا غزال معلك صحي ما فيهش الدهنيات بزاف. وتفضلوا معايا المقادير وما نطولش عليكم. بسم الله على بركة الله، عندي هنايا 250 غرام ديال الفينو كما شفتوا عبرتها في الميزان. غادي نحمرها في هاد الطنجرة تقيلة، عندي ساهل غير كتحمر. وهذه كوم فكرة، يعني كوم أستيوس، إلا عندكم شي طنجرة تقيلة حمروا فيها. كذلك حمرت هنايا 500 غرام ديال الطحين الأبيض، وبهاد لوفوي راه فكرة حتى هي ما غاديش يدير لكم الكويرات، يعني غادي يبقى محلول وكيدغيا دغيا كيتحمر. وهاد الطنجرة كتكون ثقيلة كتساعدنا بأن العافية كدير كتمشي ليه وما كيتحرقش لينا وما كيجيناش مر في المذاق ديالو. وبلوفوي راه زوين بزاف، يعني كفكرة خدوها مني وكتجربة مني. غادي نغربل هذا الطحين اللي درت، ثم ما فيه حتى شي حاجة، ما فيه حتى شي كويرات، ما فيه والو، غربلتو هو وهاديك الطحين، يعني السميدة الرقيقة او الفينو، غربلتو وغادي نحطو على جانب باش ندوز للمراحل. راني قطعت الفيديو بزاف باش ما يجيكمش طويل وباش ما يجيكمش ممل. هذا غادي الطحين، هذا غير الطحين الابيض اللي غربلت دابا، غادي نحطو على جانب وغادي ندوز دابا نحمص شويه الجلجلان في نفس الطنجره، والعافيه تكون مهيله باش ما يتلهبش لينا بالعافيه. دونك هادو اللي بغاو لي غير التحمار فوق البوطه، ما خاصنيش، يعني اللي ما مازال اللي ما غاديش ندير في القليان. يعني بديت كنحمر في الطحين الفينو والجلجلان، غادي نحطهم على جنب وغادي ندوز دابا نبين لكم المقادير اللي انا غادي نجمع ندير في هاد السلو. دونك عندي هنايا عندي 400 غرام ديال اللوز مقشر، هذا اللوز عادي ماشي. وعندي هنايا 600 غرام ديال الكاوكاو اللي حتى هو قشرت وسلقته في الماء والحامض والزيتون. عندي هنايا 750 غرام ديال اللوز البلدي، يعني هذا رقيق ما بين مقارنة ما بين هذا وهذا، هذا رقيق وفيه اللوزات المري وهذا عادي. عندي هنا 150 غرام بالضبط ديال زريعة الكتان اللي هي حتى هي حمرت في الطنجرة. عندي هنايا 600 غرام ديال الججلان اللي ديجا حمرت، كما قلت لكم هنا 250 غرام ديال السميدة الرقيقة او الفينو، وهنايا 500 غرام ديال الطحين الابيض، والجلجلان راه عندي 500 غرام. هنايا العسل اللي غادي ندير عسل صحي، يعني عسل ديال النحل ديال كوسكو، الناس اللي في كندا راهم في كوسكو ملي شريتو. دونك هنايا عندي نص معلقه ديال الكوزه، عندي القرفه، عندي معلقه بومبي قرفه نافع حبه حلاوه، وعندي النسكه اللي غندوق مع السكر. دونك غادي ندوز بالقليان، غادي نبدا باللوز الابيض هو الاول، غادي ندوزو نقلي في زيت بارده، يعني كلشي الناس كيعرفوا بان راه الزيت البارده باش كنبداو نقليو اللوز. غادي نخليه حتى يتحمر وغادي نحيدو، ما خاصوش يتحمر بزاف، صغير الصفار شويه غير يولي عنده واحد شويه ديال اللون ذهبي، ونحيدوه بال لانه كيكمل مازال تحمر مور من بعد العافيه، غير بحال هكذا. يعني الناس اللي اللوز راه غير بحال هكذا. غادي نحمر اللوز اللي بالقشور ديالو، خليت هاد اللويزات البيضين اكسخي باش يبينوا لي ان اللوز هادوك عنده القشور، ما غاديش نعرف بانه طاب مزيان. دونك خليت هادوك اكسخي هادوك اللويزات البيضين باش يوريو لي اللون ديالو، لان غادي يتحمر غادي نعرف بان راه طاب. الزيت هنا ما كافيانيش، غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت النباتيه. هادي كوم أستوس، يعني الا كنتي كدير العجينه الكيك بالشوكولاط دير ديما واحد شويه ديال الكيك بيض حداها باش تبين لك الطياب. اي حاجه مغايره اللون الابيض ديما خاص تكون واحد الحاجه حداها بيضه من نفس النوع باش تبين لينا الطياب ديال هذيك الحاجه اللي عندنا. دونك زدت شويه ديال الزيت النباتيه، غادي نخليه يتحمر طبيعه الحال على عافيه مهيله باش ما يتحرق ليش من الجلده ويبقى لي خضر من الداخل.
خاص ولا بدا شويه ديال لا باسيونس، شويه ديال الصبر مع اي حاجه، لان لا كويزين سي لا باسيونس، ماشي شي حير خربق خربق ودوز وحط تصاور ولا سرق تصاور، يعني بشويه بشويه لينا حتى نصوبو. غادي نخلي عليه بشويه بشويه حتى يتقلى لي، وعاد كنقلب هذوك اللويزات البيضين واش خداو اللون ولا مازال، والصبر. دونك غادي نشوف كمل لي الطياب ديالي، غادي نصفيه من الزيت وغادي نحيدو. راني اختصرت الفيديو بزاف 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 بزاف، وفي نفس الزيت يعني اللي فيها اللوز غادي ندوز هذاك الكاوكاو، حتى هو الزيت بارد كنخليه حتى تبرد لي الزيت. راه كيما كندير الحاجه راه ما كاينش داك يعني دوك البويقات كيبينوا بان الزيت سخون، راه الزيت بارده. غادي نخلي هذا حتى هو بلا باسيونس، حتى هو خليت الزيت حتى بردات تماما، عاد درتو في الزيت وغادي نكمل لهذا الكاوكاو ديالي في التحمر، وغادي ندوز نطحن هذاك الشيء. غادي نطحن الجلجلان، غادي نطحن الكاوكاو، غادي نطحن الكاوكاو اللي بالجلود ديالو حتى يولي معصب، حتى يزيد يدوز له الزيت. دونك غادي نبدا في الجمع ديال السلو ديالي. هاد الطحين راني جمعته، غادي نزيد عليه القرفه وحبه حلاوه والنفع وهذيك الكوزه وهذيك المسكه، شويه واحد الطريقه ديال الملح بطبيعه الحال، شدينا واحد شويه المساواه بين السكر والحلاوه. وهذيك المسكه راني دقيتها بواحد شويه ديال السنيده، شويه السكر، كنخلط هادشي كامل، وكنبدا نزيد دابا داك الشيء اللي طحنت في الاول. هذه دوزتها على حبه حلاوه، زدت عليها الكاوكاو. غير هو هذوك لي موطون راه ما خاصناش نخليوهم نهائيا نهائيا. الا عندك واحد الغربال غربلي، انا عندي واحد الغربال يعني عندي رقيق بزاف، غربلت بيه مي طلب لي الوقت بزاف. الا عندك شي غربال شويه ماشي غليظ ماشي رقيق، مي على الاقل يدوز غربلي. غادي نزيد اللوز، ما طحنتوش بزاف، ماشي خليتو حتى طحنتو بزاف وزاد وداز حتى خرج له الزيت، نو خليتو هكاك اللي طحنتو بزاف وهو الكاوكاو حتى خرج له الزيت. وطحنت اللوز اللي بالقشور ديالو اللي كيبان لكم حتى لاصيات اللي كنجمع فيها، هذاك هو اللوز اللي بالقشور ديالو. كنجمع كل شيء. واحد الحاجه نسيتها سمحوا لي، هو ان الزبده درتها كطيب حتى طابت لي وقطرتها، حيدت لي هذاك الحليب وقطرتها وخليتها على جانب حتى غادي نزيدها، وتقدي تستعملي كذلك الزيت البلدية. يعني الا ما عندكش مع الزبدة ديال الزيت البلدية. هذا الكاوكاو اللي قلت لكم انا اللي طحنت حتى تعلق لي. دونك وهذا اللوز اللي بقشرو حتى هو كنزيدو، يعني كنزيدو هذا، ومن بعد كنجمع كلشي كعجينه ديال الخبز، يعني خصو يتعجن مزيان باش ينسجموا ليا هذوك المعناصر ديالو كاملين. كنعجن مزيان 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 وكندلكو كندلكو فعلا، تيتسدلك خاصو يتسدلك تقريبا واحد 30 مينوت وانتم كدلكو فيه باش يتلبى لنا ويجينا معصب. خصوصا انني انا غادي ندير غير تقريبا ما كاملش ما كاملاش الزلافه ديال الزبده، يعني اقل من نص ديال الزلافه ديال الزبده اللي غادي ندير، غادي غير نكمل بها لان جاني الزيت ديالو ناقص، ما غاديش ندير الزلافه كامله اللي درت. والزبده راني طيبتها ماشي خليتها غير دوبتها، نو طيبتها باش تحيد منها نهائيا هذاك الحليب، باش ما يغمالش لينا سلو الا خليناه مده طويله، وما يحتاج لنا لا فريجيدير ما يحتاج لينا حتى كونجيلاتور. هذه الزبده اللي طيبت، دونك ما درتش فيها حتى النص، يعني تقريبا واحد نص كاس ديال الزبده اللي درت زبده حيوانيه ماشي مارغرين اللي طيبتها. كنأكد بان خص الانسان يطيب الزبده باش ما تحيدلوش باش ما تغملوش السلو ديالو. هنا درت زلافه ديال العسل، هذيك العسل اللي وريت لكم في الاول، وهذا هو باش غادي نعجن
ثلاثه كفاتني انا باش نخلط بيه هذا السلو كامل، وما جانيش نقيس بالحلاوه وما جانيش مسوس. زلافه ديال العسل فات المواد كلها، وهي باش غادي نعجن، مي خاصني ندلكو كومي الفو. خاصو يتسدلك يتسدلك باش يجينا معلك. ما حدنا كندلكو فيه وحنا كنعطيو ديك التعليكه ديالتو، او ميم طون كيشب الروح ديالو باش ما يبقاناش مفرتات، ولا كيجينا ماسك كيبقى متماسك، ما كيجينا الشرب. انا الزيوت اللي درت فيه ماشي زيوت نباتيه ديال الكاوكاو، الزيت ديال هذاك، والزيوت ديال اللوز. وهذا هو السلو اللي حصلت عليه. زوقته بشويه ديال اللوز من الفوق يفيلي كا هذا ماشي سي با اون اوبليغاسيون سي تشوا. ودوز مع شويه ديال البريوات ديال اللوز، زعما نحط لكم الرابط ديالهم ان شاء الله باذن الله. غادي درتهم مي ما صورتهمش، من المره الجايه ملي غادي نديرهم غادي نحط لكم. السلو ديالنا كيجينا لذيذ، واحد كتحسي براسك بانك تاكلي شي حاجه منفعه، ما فيهش دي تامر. وريتكم ما كاملش نص كاس ديال الزبده اللي انا درت فيه، ما كاملش لان هذيك الزلافه عندي ما كانش عامره، مي انا ما درتش فيها بزاف. وانا كنتمنى على الله انكم تجربوا هذه الطريقه، واخا حطيتها لكم معطله مي دائما الافاده احسن. كنشكركم وما تنساوناش من الدعم ديالكم، وما تنساوناش من البارتاج، وما تنساوناش من اللايكات. كنشكركم جزيل الشكر، ورمضان كريم، والله يدخلها علينا بالصحه والسلامه ويا رب العظيم. والله يفرجها علينا وعلى جميع الناس بدون استثناء. الله يرفع علينا هذا الوباء يا مولانا الكريم، الله يرفع علينا هذا الوباء يا مولانا الكريم، الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. ويخرج رمضان الا نكونوا ان شاء الله سالمين غانمين، وان شاء الله الله يثبت لنا اجرنا، وان شاء الله الله يثبت لنا اجركم ان شاء الله يا مولانا الكريم. والسلام عليكم، والى فكره مقبله باذن الله. ما تنسيش تعطيني الراي ديالك. وهادو هما البريوات ديال اللوز اللي انا درت، انا ما صورتهمش، درتهم كيجيونا مقرملين قرمشين وتبقاو مده طويله. انا درتهم شحال هذا مش تقريبا شي شهر هذا، وميشوفوا راه سيتي ديفيسيل باش نقطع عيني، باقي مقرملين باللوز غير باللوز بوحديتو. والسلام عليكم، الى فكره مقبله باذن الله. وما تنساوناش من اللايكات، والسلام عليكم.